السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسماء أحمد. إن شاء الله هنتكلم عن الـ Drug Design and Development. وفي البداية كده، هل أي مادة ينفع أقول عليها Drug؟ أو إزاي أصلا أستخلص المواد اللي هتبقى في الآخر كمادة تدخل جسمي وتعالج وأسميها Medicine؟ قال لي إن Drug is any chemical or biological substance synthetic or non-synthetic. يعني اذا ان الدراج عندي ممكن يكون يجي من كيميكال اور بيولوجيكال سبستانس، ده معناه ان هو ليه كذا سورسز. قال لي طبعا الدراج ليه 6 ميجور سورسز. اول سورس منهم هو البلانت سورسز، تاني سورس وكان الانيمال سورسز، وده زي مثلا لما ناخد الانسولين من البنكرياس لعلاج الديابيتس. وكمان عندنا مينرال سورسز، والاستخدام المينرال زي ما بنستخدم الايرن في علاج تريتمنت اوف ايرن ديفيشنس انيميا. ممكن استخدم كمان المايكروبيولوجيكال سورسز، او استخدم السيمي سينثيتك سورسز او سينثيتك سورسز، او استخدم ريكومباينانت دي ان اي تكنولوجي. طيب من امتى عرفت ان انا عندي دراج، او من امتى عرفت ان انا عندي ميديسن او حاجه اسمها ميديسن، ماده تدخل الجسم تتفاعل ضد المرض اللي عندي وتحقق لي الشفاء او تخلصني من المرض اللي موجود؟ قال لي الحكايه دي بدات من فتره طويله جدا، من ايام الفراعنه او من ايام القدماء المصريين، لما لقوا ان كان في ظاهره غريبه كده بتحصل لما يبقى عندهم انفكتد ووندز. كانوا يجيبوا عفن الخبز ويعملوا منه كمادات او ضبادات على الجروح اللي هي فيها انفكشن مثلا، ويسيبوها، وبعد فتره بيلاقوا ان الجروح دي حصل لها شفاء وما بقتش مؤلمه او خفت. يعني بعد فتره طويله جاء العالم الكسندر فليمنج وبدا يفهم هما ليه القدماء المصريين كانوا بيستخدموا عفن الخبز تحديدا عشان يعالجوا الانفكتد ووندز. لقي العالم الكسندر فليمنج وهو بيعمل التجربه بتاعته، لما جاب وعاء وكان فيه بعض الانواع البكتيريا الضاره، وبدا يلاحظ ايه اللي بيحصل في الوعاء ده من جروز للبكتيريا، او اني حاجه او ملاحظات يعني بتحصل ايه اللي بيحصل فيها. فلقي ان كل الاماكن في الوعاء بيبدا يحصل لها جروز، والبكتيريا بتبدا تبقى موجوده ويحصل لها جروز في كل الاماكن في الوعاء ما عدا منطقه واحده، زون كده كانت موجوده. الزون دي اكتشف ان هي فيها عفن، فبالتالي بدأ ان البكتيريا ما توصلش للمنطقة دي، او ما تبقاش موجودة فيها وما يحصل لهاش جروز في المنطقة دي. فبدأ ان هو طيب ليه المنطقة دي بالذات ما حصلش فيها جروز للبكتيريا، اكيد فيها مسبب. بدأ ان هو انهبت الجروز بتاع البكتيريا او يقلل ويعمل ان اكتيفيشن للجروز بتاع البكتيريا، ومن هنا بدأ يوصل ان ممكن يكون فيه فعلا مادة بتبقى مضادة لعمل البكتيريا دي. بدأ بعد ما ملاحظاته وبعد ما عمل تجاربه ان في حاجة اسمها بنسلينيوم، والبنسلينيوم ده اول انتي بيوتيك اكتشف عن طريق الكسندر فليمنج، وده كان ان هو كانت التفسير للقدماء المصريين كانوا بيستخدموا عفن الخبز عشان يداووا الجروح. طيب دلوقتي انا عرفت ممكن اجيب نوع المادة ازاي او اعمل بيها دراج من اي مادة. طيب الدراج هيدخل جسمي هيتعامل ازاي، او المفروض ان هو هيدخل يعالج المرض عن طريق ايه؟ قال لي انا بسمي الحاجة دي نقطة ضعف المرض. كل مرض ليه نقطة ضعف انا ممكن اشتغل عليها، ومن هنا ابدأ اعمل كنترول واعمل انهيبيشن للمرض بتاعي. طيب ممكن نقطة ضعف دي عند الدراج اسمها ايه بقى؟ اسمها دراج تارجت. التارجت اللي بيدخل يبقى عارفه، او هدف بتاع الدراج بتاعي انه يدخل يشتغل عليه جوه جسمي ويكنترول التارجت ده. وكانت منها الميمبرين بروتينز. الميمبرين بروتينز زي الريسبتور والاين شانل والترانسبورترز، دي كلها بتعمل ريجوليشن للسيلولر فانكشن. فبالتالي اي حاجه هتغير في الميمبرين بروتينز هتغير في السيلولر فانكشن، ولو كان عندي مرض فبالتالي هتاثر عليه. طيب قال لي ايه تاني؟ قال لي ممكن استخدم دي ان ايه. الدي ان ايه من الحاجات اللي بنستخدمها، والماسنجر ار ان ايه والريبوزوم الار ان ايه مهمين جدا از اتارجت لعلاج الكانسر والفيرال والميكروبيال كيموثيرابي. كمان ممكن استخدم الار ان ايه، وهنا بستخدم السمول انهبيتوري ار ان اس. ليه؟ قال لي عشان حاجه اسمها البوست ترانسكريبشنال جين سايلنسز. طيب ممكن استخدم ايه تاني؟ قال لي هستخدم الانزيمز، والانزيمز من الحاجات المهمه جدا واللي ريجوليت برضو السيلولر فانكشن، ومهمه
للجسم كله، فبالتالي اي تأثير عليها انا اقدر اكنترول حاجة معينة جوه الجسم. فقالي خلاص هنعمل مانيبيليشن للاكتيفيتي اللي في الانزيمز، فبالتالي هيحصل الانزيمز دي لو حصل لها انهيبيشن فهتأدي انهيبيت حاجة، او لو حصل لها اكتف فهتأكتف حاجة تانية وهكذا. فانا بقدر اعمل مانيبيليشن اللي هيحصل جوه الخلية عن طريق ان انا بعمل مانيبيليشن او كنترول بالانزيمز اللي موجودة عندي. طيب دلوقتي انا خلاص عرفت التارجت بتاع الدواء وعرفت المادة اللي هعمل منها الدواء. طيب الدواء بقى شكله هو داخل الجسم لازم يبقى عامل ازاي، وان انا مش بتكلم على شكل الدواء كهيئة، انا بتكلم على المولكيول، المولكيول اللي هيصنع منها الدواء هيبقى شكلها عامل ازاي، شكل الجزيئات الدواء نفسه بتأثر في الافشنس بتاعته، بتأثر في الافكت بتاعه جوه الجسم. لو الافكت بتاعه كان قوي فده بيأدي، يعني ده معناه ان انا عملت جزيء من الادوية او الدراج يكون سبيسيفيك جدا في عمله، فبالتالي الديزاين بتاع الدراج بيكون مهم جدا ان وانا بعمل وانا بصنع الدراج يعني. طيب من الحاجات اللي بستخدمها والمسد اللي بستخدمها وهي سي اي دي دي، كمبيوتر ايدي دراج ديزاين. قال الكمبيوتر ايدي دراج ديزاين هتبدا تساعدني ان انا استكشف شكل الديزاين للدراج، وهو كمبيوتر بروجرام بيبدا يعمل كالكوليشن للديزاين المناسب اللي هيعمل لي اكتر فعاليه للمرض، اكتر فعاليه مع المرض يعني، ويبقى داخل بيكون سبيسيفيك بشكل قوي. يعني انا شكل الدواء بالنسبه لي مهم جدا في العلاج. خلاص هنستخدم تقنيه السي اي دي دي. طيب لو انا هعمل ديزاين ممكن استخدم ايه في التقنيه دي؟ قال لي ممكن عندك شكلين او تو ديزاين ممكن تشتغل عليهم. الديزاين الاولاني ليجند بيست دراج ديزاين، وده انا بسميه الاندايركت ديزاين، ومن الحاجات التكنيك اللي موجوده فيه زي الدوكينج. او ممكن استخدم استراكشر بيز دراج ديزاين، وهنا بسميه الدايركت ديزاين. طيب دلوقتي ممكن نتكلم عن خاصيه الدوكينج او التكنيك للدوكينج. التكنيك للدوكينج ده احنا قلنا ان هو ليجند بيز، تمام، والدوكينج كمان هو اندايركت ديزاين، ان انا هعمل ديزاين للدواء على شكل ايه؟ على شكل ان انا هبدا اجيب جزيئات ايه اجمعها مع بعض، الانتر اكشن ما بين الجزيئات ده بيديني الافكتيف للدواء او الفاعليه للدواء. لو كان الانتر اكشن كبير، لو كان الانتر اكشن واضح، فده معناه ان الدواء هيكون فعال وتاثيره قوي لو اشتغل جوه الجسم او اشتغل على المرض. طيب خاصيه الدوكينج دي فيها ايه كمان؟ قال لي ممكن استخدم بروتين دوكينج، وان انا بجمع بروتين مع بروتين يحصل ما بينهم انتر اكشن. الانتر اكشن ده بيكون شكل اللوك اند كي موديل، وده معناه ان انا يعني بجيب اتنين بروتين بجمعهم مع بعض بيدوني شكل معين، الانتر اكشن ما بينهم هو اللي لو كان قوي فده معناه ان التأثير بتاع الدواء هيكون قوي. او ممكن ادخل ايه تاني؟ ممكن ادخل شكل الدواء على شكل بروتين اند ليجند دوكينج، يبقى انا عندي ليجند فليكسبل وادخل عليه ريسبتور بروتين بيكون معاه بيحصل ما بينهم انتر اكشن برضو، وبيبدا ان انا ادخل شكل الدواء على الشكل ده. قال لي طيب انا ممكن استخدم الدوكينج ده اصلا في ايه؟ قال لي استخداماته بتكون اكتر حاجه في ستادي انتيجين انتي بودي انتر اكشن. طيب احنا قلنا دلوقتي ان انا عندي تطور كبير في عالم الديزاين بتاع الدراج، وقلنا ان هو مهم جدا، واحنا بنتكلم برضو في السورس عرفنا ان في سورسز كتيره، واحنا بنتكلم عن التارجت بتاعه عرفنا ان هو ممكن يتحكم في حاجات سبيسيفيك قوي وصغيره جدا جوه الخلايا. ده كله اكتشفوه ازاي او اكتشفوه منين اصلا؟ قال لي انا عندي علم اسمه البايو انفورماتيك. البايو انفورماتيك فادتني جدا في تطور الدراج والديزاين بتاعه، وان انا اتحكم اكتر في علاج الامراض بشكل سريع وبشكل يكون افكتيف، والافكت بتاعي للدراج يكون قوي وظاهر وما يسبب ليش اعراض تانية. يعني كان ممكن زمان نستخدم علاج لمرض حاجة فيعمل لي اعراض لامراض تانية، فبالتالي انا بضر حاجة وبصلح حاجة تانية. فلأ، بعد اكتشاف البايو انفورماتيك او بعد ظهور علم البايو انفورماتيكس بدأت الدنيا تبقى سهلة،
عن طريق ان الباي انفورماتيك مدت لي بالتولز بالتكنيك المميزه ان انا اعمل منها ديزاين فاسيليتيتد حاجات كتيره، في ان انا ممكن اعمل ديسكفري لدراج جديد. مثلا لو كنا شفنا العلماء زمان او سمعنا ازاي العلماء كانوا عقبال ما مثلا ان هم يحاولوا يكتشفوا دراج جديد او يصنعوا دراج جديد كانوا بياخدوا وقت طويل جدا، كانوا بيكلفهم كتير كمان، وكانوا كمان بيطلعوا دراج مش مور افكتيف او الافشنسي بتاعته مش عالية زي ما احنا عاوزين. فبالتالي البايو انفورماتكس كانت من الحاجات المهمة جدا والاسينشال اللي يعني ظهرت في الوقت الاخير وبدات تكون امبورتنت جدا في ان احنا نعمل ديفلوبمنت للدرج. من الحاجات اللي حصل لها ديفلوبمنت في العلاج بتاعها امراض كتيره جدا، بدا ان يظهر لها علاجات ما كانتش موجوده زمان، بدا يظهر تطور في العلاج بتاعها ويظهر تحسن كمان في مرحله العلاج، ان انا العلاج ما ياثرش عليا بشكل كبير وان العلاج ما يضرنيش. زي ايه مثلا؟ زي مرض الديابيتس. مرض الديابيتس كان لازم ولابد ان احنا ناخد الانسولين من انيمال سورسز، وكمان لازم يكون الانيمال سورسز ده يعني ممكن نقول ايه تيبيكال او ايدنتيكال للسورس اللي هو اللي جاي من السورس للهيومن، جاي من البنكرياس الهيومن. فبالتالي كان صعب جدا ان احنا نحصل على انيمال سورسز، ولكن بعد تدخل البايو انفورماتيك دلوقتي بقى عندي تكنيكس معينه تقدر تعمل لي تايبس من الانسولين يعني بيتميز ان هو لونج هاي لايف تايم، وكمان عنده بيتر افشنسي، وده بيخلي ان انا عندي فرصه ان انا اصنع انسولين من كذا مصدر. طيب الحاجه الثانيه اللي ظهرت حاجه اسمها الهيرسبتين. ايه هو الهيرسبتين؟ الهيرسبتين ده قال لي ذا تارجت ثيرابي. تارجت ثيرابي بيدخل يشتغل على ايه؟ قال لي لو كنا افتكرنا كنا زمان لما نيجي نعالج الكانسر كان دايما بنموت الخلايا السرطانيه، ولكن مش بنلاقي السبب الرئيسي اللي بيخلي وجود اصلا خلايا سرطانيه، بيخلي جروز للخلايا السرطانيه. فبداوا ان هم يكتشفوا ايه المسبب الرئيسي في وجود اصلا الخلايا السرطانيه او بيحفز وجودها. قال لي انا عندي في البريست كانسر لقينا ان احنا عندنا حاجه مهمه جدا اسمها الهير 2 او اتش اي ار 2، الهيومن ابيديديمال جروز فاكتور ريسبتور 2. الهيومن ابيديديمال جروز فاكتور ريسبتور 2 كان من الحاجات المهمه جدا في الجروز للبريست كانسر. فقال لي لو انا وقفته هعرف ايه اوقف الاكتيفيتي في الجروز بتاع البريست كانسر، لان هو موجود من اكتر من 25% من حالات البريست كانسر. فتمام انا دلوقتي عندي ال اتش اي ار 2، انا لو وقفته هوقف الاكتيف او الاكتيفيتي بتاعه الخلايا اللي هيبدا يحصل فيها الكانسر. فخلاص البايو انفورماتيك بدات تتعامل ان هي تعمل بلوكج للسيجنال اللي هتوصل من الاتش اي ار 2 للخلايا تخليها يحصل لها مثلا جروز. فخلاص بقى هي صنعت ايه؟ صنعوا الهيرسبتين، والهيرسبتين ده بيبدا يعمل بايندنج لاتش اي ار 2، يعمل بلوكج للاكتيفيتي بتاعته، وده بيعمل سلولينج وستوب للجروز بتاع السيل كانسر. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي علاج السوفالدي. السوفالدي ده علاج للهيباتيتس سي، تريتمنت فور هيباتيتس سي. الهيباتيتس سي كانوا برضو من الامراض الصعبه ان هي تتعالج. طيب دلوقتي وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا ممكن نتحكم في البايوفورماتيك تولز، تتحكم في ان هي تطلع الجيناتيك سيكونس. الجيناتيك سيكونس اللي هو بيأثر لي او بيحفز برضو ظهور الهيباتيتس سي فيرال وان هو ممكن يحصل له جروز. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ قال لي خلاص نتحكم في السيكونس ده نخليه يقف. قال لي خلاص السوفالدو بقى هيتحكم في الحكايه دي. السوفالدو هيعمل ورك باي انهيبيتنج، هيعمل انهيبيتنج للفيرال ار ان اي بوليميريز انزيم، والانزيم دوت مهم جدا ان هو يحصل ريبليكيشن للفيرال. فبما اني وقفت الانزيم ده فخلاص مش هيحصل ريبليكيشن للفيرال، فبالتالي هوقف المرض. وبكده هكون وصلت لنهايه الكلام. كانت نبذه بسيطه جدا عن الدراج ديزاين اند ديفلوبمنت والرول اوف بايو انفورماتيك اللي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. احب اشكر زمايلي على
مجهودهم معايا. شكرا ليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.